كل عمر عنده شهر التالي ولا شهرين سي الحبيب عمار عملوا اكثر من هيك هبتوا على الفيسبوك واتفجعت عليه. انا كنت 10 يدها وتفجعت عليه كما الناس كل وهذيك هو هذا كل يوم تسمعها من كل يوم تسمع اشاعه كيما هكا وبعد نص ساعه تسمع التكذيب نتاع حاميه هذوما اشاعات وحوايج مش باهيه راكم صراحه لانك تمس بالعائلات خاطر انا مش شابه وانا نعيش في تونس ومست عائلتي اكثر من حد اخر. خبر مفاجئ انا وقت اللي نحضر ولقيت الارتيكل قدامي ما عرفتش كيفاش باش نتعامل معاك في الحلقه. الحمد لله لقيتك حاضر موجود فايق. انا ديما حاضر ما تقلقش. والحمد لله والحمد لله. نشاطك الاساسي وسبب تكوين ثروتك اليوم نحكيو على رجل اعمال مهم جدا قادر يشري استوديو قلت لي حتى بعد الحلقه نتفاهموا فيه تاخذ. اي مش قادر نشري ما قادر نتفاهموا كان نتفاهموا فيه. اي ثروتك اساسا من شنو؟ والله انا اساسا ثروتي باش الناس كلها تعرف انا راني خدمت برشا مشيت للنيجر وقت ما انت يمكن زدت مش موجود انا كنت نخدم في النيجر وخدمت 7 سنوات كنت نمشي للنيجر وراو كي تمشي للنيجر راك تخرج من فرنسا توصل للنيجر راك تعمل 7000 كيلومتر طريق وكنت في لاليبوك نهز في الكراب للنيجر الناس كلها زي ما تعرف العباد كلها تعرف اصحابي ونسلموا داير نسلم عليهم لان ناس ممكن عندي 20 و30 سنه ما ريتهمش وكانوا معايا بوكو دي تيديوم من فرنسا والحق وقتها كنت نعمل دو فواياج في الشهر صورت برشا فلوس لا فيريتي اليبوك كنت نصور برشا التجاره الاساسيه كانت السيارات سيارات خدمت برشا ومن بعد دخلت لتونس عام 93 وكونت شركه هوني نتاع بيع السيارات في تونس هذيك هي معناها سيلو كوميرس بعد ولات عندي شركه في البروموسيون موبيليير وفي تربيه الاسماك وهذيك هي معناها ستان جروب اون ايفولي افيك لو تون وقاعد يخدم ويخدموا في الناس يقولوا برشا فلوس من الرهانات زاد رهانات شنيا لي باري شنو لي باري ما فماش رهانات شنو من الرهانات؟ قولوا عملت برشا فلوس من الرهانات. اش معناها الرهانات؟ الالعاب المربحه. لا لا فماش اسمع شوف انسى الطمع ينساك الفقر. حب تربح فلوس اخدم في التجاره تربح فلوس. هذه نصيحه باهي انسى الطمع ينساك الفقر. اي انسى الطمع ينساك الفقر من غير ما تتعب مخك. واضح هذه لمحه صغيره وبارونتيز صغير حليناه على السيد توفيق المكشر نرجع لملف الساعه اللي نحكيو عليه حضور وديع الجاري في زوز برامج في قناه التاسعه خدموا وذركم ما خدموش خاطر هو خدموا في بتاتر في 10 ساعات خدموا في 10 ساعات لا اكثر ولا اقل لان تعدى في الليل جاء الجمهور جاء الناس راه بالك تحكي مع ناس راه وناس تفرج فيك واحنا وقتها بلادنا تشعل وكله تقول لهم راه رئيس الجمعيه نتاعك ما طيح الجمعيه وبرا تحاسبوا معاه هو لكن بالوثائق يحكي ايه لا الوثائق عاد هذاك من الوثائق هو سبيسياليست في الوثائق راكي تحكي بالطريقه هذيك ضرني دون لو سونس دخل شويه دوت مي احنا لو دوما كان عندنا كونفرنس دو بريس وحطينا الامور في اطارها ووضحنا للناس كل شيء الوثائق والوثائق حتى الوثيقه اللي وراها السي سليم ياك عندك ما ديت لي نسخه منها ما ديت نسخه منها ما قال له اقرا هو سي تو تنرفز من رفيت السليم ياك عطاك ستايرك اللوتاني يقرا مي ماذا بيك تقراها الناس كل تو تعرف العباد الكل وتحب نعطيك الريزومي نتاعها اعطيني التلخيص نتاعها محضر تنبيه النجم بعد حتى محضر تنبيه هكا موجود مي شنو كاتب هو من اللوتو هو قرا له كلام مكتوبه اللي مسطر بالاحمر مسطر بالاحمر ذاك سيزيد في احتقان تتحملون فيه المسؤوليه المحتمله احنا هذاك شنو هذاك محضر تنبيه بعثنا لسي وديع قلنا له شوف انت راك ما عطيتنا حتى نهار روبور دي سيونس خاطر هو قال جيت نبهنا المره الاولى والثانيه والثالثه والرابعه مش صحيح انت جيت تبعث لنا كل مره تقول اعطيني توصيل يثبت كونك خلصت قبل 30 سبتمبر واحنا الدوسي نتاعنا تبعث في الوقت نتاعو 30 سبتمبر وبعث لنا قال قبلتوا 1 اكتوبر وبعث لنا كورسبوندونس 7 اكتوبر قال اعطينا ما يثبت كونك خلصت قبل واستنفناهم بعثنا له الاستئناف هذاك تنبيه قلنا له شوف عندك طلبنا منك منها باش تعملنا تقسيط ما حبيتش عندك التقسيط عندك فلوس نتاع التلفزيون بالنسبه للسنا وبالنسبه للعمل حقوق البث التلفزيوني متعلق ب 19 20 تاع الوزاره اللي هما 350 مليون اعتبروا هذوما ضمان عندك وخليهم عندك هاكم بريسك 500 مليون عيننا الاستئناف غدا الصباح تو نخلصوك باش من حقنا انك تعين الاستئناف انا نمشي للطاس الله يبارك وكانش انا قلت نحملك مسؤوليه في الشيء اللي قاعد صاير اليوم في البلاد يعني حتى الوثائق اللي وراهم السيد وديع حسب كلامك استعمل فيها مغالطه يختار منهم كلمه يختار في جمله نتاع وثيقه كيما هكا يختار منهم الكلمه اللي تساعده كله مغالطه هو الوثائق اللي عند سي وديع الكل مغالطه والتقرير نتاع السي جي اف انا ننصح سي وديع ما عادش يبدو ما عادش يقول راهي جاتنا السي جي اف وعدات بحذنا عام ونصف يفو اوبليه سي جي يلزم يتعدى عليه مره كرام ويمشي يحاول كيفاش يصلح وضعيته فيه واضح شكرا لك باش نتعداو توت سويت لاخر فقره في حوارنا معك سيد توفيق المكشر شكرا على صراحتك لحد الان جو دو تروفي جو دو تروفي في مرحلة التتويج باش نعطيك في يدك اليمين شهادة شكر وفي يدك اليسار شهادة توبيخ زوز أسامي كل اسم ياخو شهادة أول زوز أسامي نبداو بهم منتظرين صراحة لمن الشكر ولمن التوبيخ سيد وديع الجاري والسيد طارق بوشامي